موطني 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 ذا الهبا، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون. لك يعلم والصلاة والسلام على خير معلم محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم السعيد ومع نسمات الربيع الجميل وقبيل الشهر الفضيل، اجتمعنا أيها الحضور الكريم لنحيي ذكرى وفاة العلامة عبد الحميد بن هديس الذي يحل علينا كل سنة يوم 16 من شهر أبريل. وكلما أطلت علينا هذه المناسبة تمثلت أمام أعيننا صورة العلامة بن بديس رحمه الله، تلك الصورة التي من الصعب أن تمحى من ذاكرتنا. وخير ما نستهل به هذه الأمسية السعيدة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم التلميذ عمار إلياس من قسم 2 ميم 1. فليتفضل. Thank you.
كلامي، يريد أن نرحب به للانضمام إلى مركب أعضائنا الكرام. أهلا بكم أساتذتنا الأفاضل، ونطلع بشوق لمشاركتكم حفلنا وعلى الخير ضمن نلتقي بكم. أسعدنا وجودكم دوما، نلتقي بكم وشرفنا حضوركم أساتذة متوسطة صبع محمد. هدية لنا منكم أيها الحضور، أنشودة ترحيبية بصوت مجموعتنا الصوتية لمتوسطة زش الطيب، يليها مباشرة قصيدة شعرية للأستاذة خنوسي. تتفضل إحدى التلميذات لتقديمها، فليتفضل. لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومصداقا لقوله تعالى كذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم به طريقا إلى الجنة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على قيمة العلم، إنما يدل على قيمة العلم في حياة الإنسان وفي حياة المجتمع، يدل على قيمة العلم في بناء المجتمعات. والآيات كثيرة ومتعددة التي تحد على العلم وتبرز قيمته الجليلة. لو أردنا إحصاء، لو أردنا إحصاء عدد المرات التي جاءت فيها كلمة العلم بمشتقاتها المختلفة في كتاب الله نجدها قد بلغت 779 مرة، أي بمعدل 7 مرات تقريبا في كل سورة. هذا ومن أجل هذا نحيي هذا اليوم الوطني ليوم العلم المصادف 16 أبريل من كل سنة. هذه الذكرى لوفاة عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين، نحتفي بهذه الذكرى تخليدا لذكراه وما قام به من أجل العلم ومن أجل جزائر، وتجسيدا لبرنامج الجمعية وتجسيدا للبرنامج السنوي للجمعية وتحقيقا لأهدافها، نقوم اليوم في هذا اليوم المبارك بتكريم العلماء والعباقرة الصغار من المتوسطتين، متوسطة سبع محمد ومتوسطة زشتين. قد نتساءل أو قد نطرح السؤال، ما هو الهدف أو ما هي الغاية من إقامة هذا الحفل ومن هذا التكريم؟ تكون الإجابة أن الهدف الأسمى والأول من أجل إقامة هذا الحفل هو أننا نرتكز على أمر واحد وهو تحفيز، نرتكز على التحفيز، تحفيز هؤلاء الناجحين بمعدلات جد جيدة. قد نجد معدلات 19 من 20، نجد معدلات 18 من 20، نجد معدلات 17 من 20 في المتوسط. هذا إن دل على شيء إنما يدل على الدور الأساسي الذي يقوم به المؤسسة التربوية، الذي يقوم به أولياء التلاميذ. حقيقة ليس سهلا أو ليست سهلة التربية والمتابعة. فدورنا نحن كمجتمع مدني هو الاهتمام بهذه الفئات والشرائح بالذات، الاهتمام بها من أجل المواصلة، من أجل أن تواصل على هذا المنوال، لأنه في الحقيقة هؤلاء هم رجال الغد، هؤلاء هم جزائر الغد، وهؤلاء هم إطارات الغد. فلا يسعني في الأخير إلا أن أقول أرجو أن تكون أمسية طيبة، أرجو أن يحظى تلاميذنا بالتكريم الذي يستحقونه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل نتذكر يوم العيد أم نسينا ويوم العلم مثله وبكم شاكرين، نرى فيه قدوة وعلم زملائنا ونقدم التحية لجميع الحاضرين. مسابقة أقيمت بين حديثنا، لهم منا أجمل ورد يا زمينا. سبع محمد اسم له عظمة، وزش طيب طلاب قاهرين، وشموع إيران جمعية لنا مساندين. ألقي حبي إليكم عسى نلتقي سنة قادمة نبقى نحن الصلابين. فيا كل من حضر هذه المسابقة أظهر روح المنافسة وعقل الرزينة، بادروا بالإجابة.
وكونوا مسرعين، ففي أنفسكم أبناء ناجحين، فعلوا كل ما بوسعكم حتى يكون مركز الثقافة بكم فخورين، وأعدوا أنفسكم بالإيمان والدين، وكونوا أخصاما أعزاء وطيبين. لكم مني أجمل وسام وأرق تحية، فتضاهروا أمام الظاهرين، وخير الختام دعاء التوفيق لكل من جاء ملبيا فقولوا آمين. بقلب الأستاذ اللغة فكرية ثقافية نذكر فيها بقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن نبدأ وإياكم جو المسابقة، وستكون أول مادة مادة اللغة العربية. لديكم وقت التفكير، وبعدها تطرح الإجابة على الأستاذة. إذن تفضلي أستاذة. السؤال الأول بالنسبة لمتوسطة زش طيب. قال الإمام أفلح بن عبد الوهاب: العلم در فضل ولا أحدا في الناس يدري لذاك الدر مقدارا. سؤال: بين وظيفة الجملة الواقعة بين قوسين من الإعراب، وهي يدري في الناس يدري. استخرج من البيت صورة بيانية وبين نوها وأثرها في المعنى. في الشطر الثاني من البيت الشعري إحالة، استخرجها وبين نوها. إلى متوسطة سبع محمد. قال الشاعر: العلم يبني بيوتا لا إماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. سؤال أول: بين وظيفة الجملة الواقعة بين قوسين من الإعراب. الجملة وهي العلم يبني بيوتا، يبني بيوتا هي الجملة الواقعة بين قوسين. سؤال ثاني: استخرج من البيت صورة بيانية وبين نوعها واشرحها. ثالثا: في الشطر الأول من البيت إحالة، استخرجها وبين نوعها. وبالنسبة للبيت الشعري، الوظيفة بين قوسين في الناس يدري، عندما تكون ملاحظة، عندما تكون وظيفة جملة بين قوسين
أثناء طرح السؤال كيف، لكي لا نخلط بين قاعدة الجملة الواقعة حالاً والجملة الواقعة نعتاً، علينا بتطبيق في وظائف الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكيرات صفات. قبل القوس لدينا في الناس كيف يدري، يعني معرفة جملة فعلية فرعية في محل نصب الحال. أما السؤال الثاني وفقت يعني وفق التلاميذ في الإجابة بالنسبة لسؤال صورة بيانية، طبعا العلم الذر وهو تشبيه بليغ، شبه الشاعر العلم باللؤلؤ وهو الذر، إذا تشبيه بليغ، أثره في المعنى تقوية المعنى وتوضيحه. الإحالة هي إحالة طبعا بعدية باسم إشارة هنا باكة، إذا العلامة 8/10. متوسطة باء محمد، نشكر تلامذتنا على الإجابة الكاملة. والسؤال الذي كان وظيفة الجملة بين قوسين، طبعا جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. والسؤال الثاني وهو الصورة البيانية، طبعا استعارة مكنية، العلم يبني بيوتا، حيث شبه الشاعر بيوتا حذف المشبه به وهو البناء، وذكرت قرينة تدل عليه يبني، إذا استعارة مكنية. الإحالة طبعا هي إحالة قبلية بضمير لها، التي تعود على العلم يبني بيوتا، لها لا عبادة لها، يعود على البيوت. فالعلامة كاملة. شكرا. الرياضيات والأستاذ عايد تفضل بالأسئلة الخاصة بالفوج الأول. في مادة الرياضيات موجهة إلى فوج الأول متوسطة الزجطير، يقول حل المعادلة الآتية: ناقص x زائد 4 الكل أس 2 زائد 8 ناقص 2 x بين قوسين يساوي 0. بالتشاور مع زملائي حل المعادلة: ناقص x تساوي 4 ناقص x تساوي ناقص 4 x ناقص 4 على ناقص 1 x تساوي 4 x زائد 8 تساوي 0 x تساوي ناقص 8. المعادلة حلان هما ناقص زائد 4 وناقص 8. الأوج الثاني متوسطة سبع محمد، أوجد عددين طبيعيين أحدهما ضعف الآخر ومجموعهما 18. بالتوفيق. أولاً عبارة إلى جداء عاملين، إذا
جداء منهما 4 ناقص إكس، هذا الجداء الأول، جداء ثاني 6 ناقص إكس يساوي صفر، جداء منهما معدوم معناه يا إما أ يساوي صفر أو ب يساوي صفر، معناه 4 ناقص إكس يساوي صفر أو 6 ناقص إكس يساوي الصفر. هنا لدينا حلين، الحل الأول إكس يساوي 4 والحل الثاني إكس يساوي 6. إذا هنا المتوسط الشطية فقط في الحل الأول. إذا عندكم 7 من 10. أما بالنسبة للسؤال الموجه إلى متوسطة 7 محمد، إذا نحن للأسف متوسطة 7 محمد بالنسبة لجملة استخراج جملة معادلتين، الجملة الأولى كانت خاطئة. إذا عندكم 4 من 10. المفروض يشوفوا داخلين عند الباب كيعطيناكم أرقام. نيشان ولا لا؟ اللي راهم رابطين أرقام يقولوا نعم. جيد، أنا غادي نديروا طنبولة. غادي نختاروا رقم اللي ربح رقم تحت هذه. موافقين؟ يلا تفضل معايا سي فيدا، يلا بنعاود دوح تفضلي معايا. تفضلي اختاري لنا رقم. خلطي مليح. صح واحد ونبدو. الرقم شحال؟ 82. يلا شكري عندها الرقم 82. كل واحد يشوفوا الارقام تاعها. اللي عندها الرقم 82. نعاودو نشوفو رقم آخر، خلطي مليح ولدينا رقم دوحة. يلا قولينا شحال الرقم؟ 51. يلا شكون اللي عندها الرقم 51؟ تفضلي معنا مرة. 50 مع السيدة، عطينا اسمك. سيدة بوعلي الزهراء من المتوسط 16 طيب. علوم طبيعية والحياة بمتوسطة 7 محمد. متوسطة 16 طيب راهي حاضرة معنا اليوم، راهي كذلك في اللجنة. تفيقة حارة حارة. أبنائي بناتي زملائي ضيوفنا الكريم ابن باديس والإبراهيمي والعربي تبسي وغيرهم كثير علماء نعتز بهم ويفخر وطننا بهم، تركوا لنا طريقا منيرا وخيرا كثيرا، فهم قدوتنا بعد الانبياء والصحابه، فاعظم بهم من قدوه حسنه. وبهذه المناسبه نستمع واياكم لمنشودتين بصوت مجموعه صوتيه لمتوسطه زشقيل، المنشوده الاولى بعنوان العلم طريق للجنه، والمنشوده الثانيه بعنوان غرد معنا يا اطيار. فليتفضل مشكورين. نتمنى هيا كي نطمح بالدنيا لنحقق آمالا عليا، نتعلم بحثا علميا، نكتب أبحاثيا، حققنا بالمجد أملنا، بالهمة عشناها سويا، من أجلك يا مجد سنسعى بالعلم جميعا وسنرقى.
الفورجيون. أعطي المعادلة كيميائية شاردية لتفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد. السؤال الثاني، بين كيف يتم الكشف عن هذه النواتج والرواسب المتشكلة. كيميائية شاردية لتفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد. السؤال الثاني، بين كيف يتم الكشف عن النواتج والرواسب المتشكلة، يعني إعطاء ألوان.
الله. سؤال ثاني، من أبرز القادة المقاومة لصلاح الجزائر بين 1930 إلى 1917 الأمير عبد القادر. السؤال، عرف شخصية الأمير عبد القادر باختصار. اثنين، اذكر مراحل مقاومته. تختلف على اشكالها بالحال مقابل بين انواعها. سؤال ثاني، مميزاتها المميزات يعني كلها محتمله، لان هناك مميزات كثيره للاوديه الجزائريه كما قال كل التلاميذ، عدم او تقليل القاع وهذا حقيقه. ثانيا ان هذا القاع غير منتظمه، تعمل نفس الكلام وكثره، او هناك اوديه كامله في الصحراء تفيض يوما و تجف سنين. إذا الإجابة والعلامة 7/10. في 1807 وتوفي في 1883. من مراحل المقاومة أمام القادر ثلاثة، لما تكون في انتصارات أو في حكومة المقاومين 1830 1830 مرحلة هدوء في مرحلة الهدوء في كل عام لدولة أمل القادر 1830 1830، والمرحلة الأخيرة في إبادة الإسلام 1830 1840، والعلامة كاملة. مادة اللغة الفرنسية، نطلب من الأستاذة كرداني أن تتفضل لطرح السؤال الأول بالنسبة للفوج الخاص بمتوسطة زشطين. Les forêts servent d'habitat naturel aux animaux, donc il faut les préserver. Je relis la phrase. Les forêts servent d'habitat naturel aux animaux, donc il faut les préserver. D'habitat naturel aux animaux, donc il faut les préserver.
exprimée au discours indirect. Elle a dit que le racisme était un phénomène social à combattre. Alors, les maladies respiratoires augmentent parce que l'air est pollué. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase? Exprime-le d'une autre manière. Je redis la phrase. Les maladies respiratoires augmentent parce que l'air est pollué. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase? Exprime-le d'une autre manière. La deuxième question, le professeur dit « La violence à l'égard des enfants est une violation grave de leurs droits. » Réécris cette phrase au discours indirect. المجتمع الوهراني. حاضر معنا رئيسها، رئيس رابطة الجمعيات الفاعلة لولاية وهران، السيد ميلود بن صابين، فليتفضل المشروع تحت التفقاته. نترك المجال للسيد رئيس الرابطة لأعطينا كلمة وجيزة. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جد مسرور بتواجدي معكم في هذه القاعة الطيبة المباركة المنيرة بوجوه هذه الفراعنة وأيضا أوليائهم الكرام. حتى لا أطيل عليكم، أشكر صديقي حاج الدكتور طاهر رئيس جمعية جموع وهران الثقافية، لتعتبر جمعية مؤسسة للرابطة الفاعلة. كما تشهدون يعني عبر صفحات الفيسبوك أن الرابطة لها عدة نشاطات عبر تراث الولاية في مختلف المجالات الثقافية، الرياضية، الإنسانية، التضامنية. والحمد لله بتكاتف الجهود يعني استطعنا أن نحقق الكثير وندخل السعادة والسرور على الكثير من الفئات في المجتمع الوهراني. حتى لا أطيل عليكم، أشكركم مرة أخرى، وأتمنى لبراعمنا وأطفالنا منافسة طيبة، منافسة شيقة، وتمنياتنا لهم بالنجاح والفوز في مختلف أطوار الدراسة. وأيضا ما ننساوش الأولياء الكرام والأساتذة اللي يلعبوا دور كبير في تربية هذا الجيل. أتمنى إن شاء الله يكون جيل واعي، جيل يعني مثقف، جيل مهذب، جيل يعني يخدم الوطن. تحية الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو سيدي المحترم صديقي وأخي ميلود أن تقبل هذا التكريم البسيط والعرفان مقابل ما تقدمه لولاية وهران.
كل واحد يشوف الرقم تاعه غادي نعاود نقول له لا بونبور. يلا يلا كسمو كودي كبداني مولاي سهيل. كبداني مولاي سهيل تبيخ عليك. يلا ولدي غادي تخلط وتدي لنا رقمنا. رقم 36. رقم 36. يلا تصفيقاتكم مقدمة من الجمعية الثقافية شموع وهران. قدمي معي سيدتي عرفي بنفسك. تصفيق عليك. راني نشوف لي في الأساتذة اللي ربحوا. الأستاذة أبو حفص تكتب اسمها. ألف ألف مبروك ومازال طنبولة متواصلة إن شاء الله. لغتنا العربية من أشرف اللغات، حسبها أنها لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة. يوجد في لغتنا السحر والجمال والبيان ما لا يوجد في لغات أخرى، وسعينا منا لتشجيع أبنائنا على التحدث بكلماتها الفصحى دون تشويهها بالكلمات الدخيلة والألفاظ التي لا تنتمي إليها. ندعوكم للاستمتاع بمناظرة بين لغة الضاد والعامية. لغة العلم
واعر على ولادك عقدتيهم وكيشوف بلي انا ساهله في الهضره سهله باش يحفظوني لم اكن كذلك الا بعد ظهوري بعد ظهور الاستعمار الى بلاد الاسلام وتجزئتها الى دويلات بصح ما تنسيش الاستعمار هو اللي عرف قيمتي وبيني بل عرف اهميتي في توحيد الامه الاسلاميه فاراد تفرقتها بصنعتي في اراضيها فهذا هو اسلوب الاعداء الاسلام فاستيقظوا يا ابناء الاسلام اعيدوا الي شباب قد كدت ان تتر انها صرخه الالم نداء الام لابنائها فهل من سامع وهل من مجيب راني نشوف بلي مراكش غلطه انا نوراني كاينه في كل بلاصه بصح راني دائما نشعر بالضيقه خاطر كل بلاد عندها اللهجه تاعها وحتى في البلاد الوحده كل بلاصه عندها لهجه هذه حاجه مليحه ولا عيب ما على باليش نجم تقولي لي بل ميزه ولا تنسي ان القران نزل على سبعه احرف وبلهجات العرب والتي تعد في اصلها الفصحى ولكن العيب كله مني حتى ان البعض قد استبدل لغته الام بلغه اجنبيه صابره وباقي حتى الظهر نعم خالده وساظل لا
اليوم برضه والله انا نقول في اوليائهم ان شاء الله يمثلوا ولايه وهران في خارج الولايات، ان شاء الله يمثلوا ولايه وهران في خارج الجزائر ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق والسداد في الامور. إذا يعود الفضل والشكر لأستاذ منصوري ولأستاذ قسوم. وصلنا باش نعلنوا على نتائج المسابقة. نظن باللي الفوز الفائز أو المتوسطة الفائزة هي متوسطة سبع محمد. هي في الحقيقة ما كانش متوسطة ناجحة وما كانش متوسطة خاسرة، هما ناجحين إن شاء الله في زوج. حنا الهدف من المسابقة هو أنهم يراجعوا، أنهم يسجلوا الدروس تحضيرا لشهادة التعليم المتوسط إن شاء الله قائم بإذن الله. نعاودوا نولوا باش نربحوا الوقت كذلك، غادي نولوا نواصلوا في الطنبولة تاعنا الهدية الثالثة والأخيرة إن شاء الله يا ربي. شكون اللي غتكون محضر؟ كل واحد يعاود يشوف الأرقام تاعهم. يلا راكم واجدين؟ راكم مش واجدين؟ راكم واجدين؟ يلا اختارنا رقم، تفضل ولدي، ربد رقم، ربد ورقة واحدة. الرقم هو 116. رقم 116 عند هذا الرقم. نشوفوا رقم آخر. يلا الولدي رقم آخر. يلا قول ليش الرقم؟ 50. الرقم 5. الرقم 5. عفوا هو رقم 5 وليس 50. يلا شكون اللي معنا؟ الجمعية الثقافية الشموع وهران. عطينا اسم سيدتي. سيدة خليفي سامية. يلا سيدة خليفي سامية ولدها وقد رقم ما جابش تحلي كان معها. إذا ألف مبروك، تسجل اسم سيدة خليفي سامية باش تقول لها شهادة. يلا غادي نزيدوا هدية وحدة وغادي تمثل في مصحف شريف بمناسبة انه شهر رمضان راه جاي، على بالي كل واحد يكون يبغى مصحف. يلا الجمعية غادي تزيد رقم آخر. أعطينا الرقم. الهدية هذه الرابعة غادي تمثل 28. يلا شكون اللي عندها الرقم 28؟ يلا تحت التصفيق غادي تكون معنا فائزة. إذا السيدة بطغان رفيقة، ألف ألف مبروك المصحف تحت تشريفاتكم. يكتب اسمها بطغان رفيقة. أن يبارك الله في عمركم ويوفقكم في حياتكم، كما أهديكم وتلاميذ متوسطتنا أنشودة بعنوان يا معلم. لكن هل قبل ذلك نلتقي معكم يا تكريم تلاميذنا الأنشباء حاملي راية العلم والعلماء والفائزين في المسابقة. محمد تحية 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 كبيرة لهم. اللي شاركوا في المسابقة واللي نجحوا يتفضل معنا التلميذ، يلا اعطيني الاسم. التلميذ بن صالح مروة. يلا تحت تشفيقاتكم وتشجيعاتكم. التلميذة بن صالح مروة من متوسطة السبع. يلا يتفضل معنا السيد عز الدين بسيس رئيس الجمعية الغاية الاجتماعية لتكريم الطالبة تحت تصفيقاتكم وتشجيعاتكم. تصفيقاتكم وتشجيعاتكم لأنه احنا قلنا بأن الغرض من هذه النشاط من هذه المسابقة هو تحفيزي، كذلك تصفيقاتكم وتشجيعاتكم هي تحفيز.
يلا جيب معنا تميلة بنيكو فاطمة السيد مدير المتوسطة الأسبة محمد لتكريم التلميذة وتشجيعاتكم. أين هو التلميذ سادة تحت تشجيعاتكم وتشجيعاتكم؟ مهندسي هذا النشاط الذي قد نشاط هو السيد منصوري الطاهر. تفضل معنا السيدة بنشيدة نادية. السيدة بنشيدة نادية لتكريم التلميذة حسنية هبة تحت تصفيقاتكم من متوسطة زش الطيب التلميذة. يلا تلميذة جن البارود غزلان. تفضل معنا السيد زيتوني لتكريم التلميذة. يلا استاذ عبد اللطيف بن رمضان لتكريم التلميذة جن البارود غزلان تحت تصفيقاتكم وتشجيعاتكم دائما. سيد بطران اسلام. التلميذ بطران اسلام سنة الرابعة متوسط بمتوسطة زش الطيب. تلميذة مسعودي سيرين زهرة بمتوسطة زش الطيب اليمن. تكمل معنا الدكتورة منال لتكريم التلميذة مسعودي سيرين زهرة دائما تحت تصفيقاتكم وتشجيعاتكم. أعطينا مع الدجال. معدل صلوا على رسول الله. معدل 19.13. تحية كبيرة. بارك الله فيك مزيد من التألق والنجاح إن شاء الله. التلميذ زرغوني إلياس وتفضل معنا عضو المكتب الولائي للجمعية الثقافية شموع وهران السيد وراسي بن قاسم بتكريم التلميذ زرغوني إلياس. صلوا على رسول الله. زرغوني إلياس معدل 19.02. مزيد من الأجيال والتفوق إن شاء الله. الدرب اللي كرمنا الكل هذا واحد. في تلميذة راها معنا دائما من متوسطة زشقيل. هذه التلميذة احتلت على المرتبة الأولى في مادة الرياضيات
المرتبة الأولى على المستوى البلادي لبلاد وهران، تلميذة من متوسطة زش طيب، تلميذة صماش صار.
ألف مبروك راقب المتوسط إن شاء الله. تفضل معنا الأستاذ إيمان الزهراء، التلميذة بفرع فاطمة الزهراء. تفضل معنا الأستاذ عين بتكريمها، التلميذة وعمارة منام. التلميذة وعمارة منام. إذا معدل 18.58. عفوا بفرح فاطمة الزهراء غير موجودة، تفقد لها شهادتها. يلا نواصلوا بالشهادات. التلميذة قندوز مروة. التلميذة قندوز. مليكة عضو المكتب الولائي للجمعية الثقافية شيوعي وهران، من أجل تكريم التلميذة غزيني بشرى تحت تشفيقاتكم وتشجيعاتكم دائما. ألف مبروك على الهدية للمسؤول الفكرية. بارك الله فيك. شكرا لتكريم السيدة الأستاذة. وتشجيعاتكم ألف مبروك سيدتي. الفائزة الثالثة النوفي أستاذ خليفي، خذي معنا تحت تصفيقاتكم وتشجيعاتكم دائما تتمنى لها الشهادة. يلا تصفيق عليها ألف مبروك. شكرا جزيلا. الهدية الرابعة اللي هي عبارة عن مصحف القرآن الكريم لسيدة بطهران. يلا يسلم لها الهدية مدير المكتب الولائي للجمعية الثقافية صافا عبد الرزاق. أين هو؟ صافا عبد الرزاق. يلا تحت تصفيقاتكم وتشجيعاتكم عضو ناشط في الجمعية تحية إجلالية وتكبير لها. من هذه الشهادة؟ الله أكبر. إذا شكرين للجمعية الثقافية شموع وهران من متوسطة سبع محمد وزج طيب، مشكورون على هذه الشهادة. إذا هذه الالتفاتة الطيبة كانت من السيد مدير متوسطة سبع محمد وكذلك مديرة زج الطيب. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. تحية للسيد المدير. يلا رفع الأستاذ مع كل سنة وهرية. إذا نطلب من الجميع أن ندعو السيدة المديرة شفاء العاجل، تقوم بمرحلة حرجة، فنطلب منها من الجميع الشفاء. دائما هي في هذه المواقف حاضرة تشاهد الأقدار أن تشاركنا، لكن تقف وراءها منصوري وجميع الأساتذة. بارك الله فيكم، نتمنى الشفاء العاجل للسيدة المديرة. بارك الله فيكم كذلك على هذا التكريم للجمعية. الآن غادي نروح لاستعراض رياضي بتقديم متوسطة زج طيب. يتفضلوا معنا تحت إشراف الأستاذ إدريس، تحت تصفيقاتكم وتشجيعاتكم. يتفضلوا معنا.
الانسان صورة ما شكلها هذه نسقطها الان اثناء المحفل تفيقة حارة التلميذة في المدن العالم يلا تكرمها السيدة المفتدة طوارية يلا تحت تشجيعاتكم وتفيقاتكم دائما استاذتها وخالتها تكريم السيدة حشيدة خيرة من متوسطة سبان محمد يلا تنوب عنها المفتاحة تفضلي تقدم لها شهادة السيدة طاهرية تحت تصفيقاتكم كذلك كما بنواري سميرة عضو المكتب الولائي لجمعية الثقافية شبا وهران لتكريم السيدة المستاري فتيحة بنواري سميرة تكرم السيدة المديرة المستاري فتيحة غير موجودة كما قلنا لكم هي مريضة تنوب عنها الأستاذة طهري تفضل معنا السيد بلواتي محمد مدير متوسطة السبع محمد أحد مهندسي هذا النشاط يقدم له الشهادة والتكريم النائب الأول لجمعية الثقافية شبا وهران السيد لحسين زكريا أحد مهندسي هذا النشاط ومنشئيه السيد منصوري طاهر تحت تصفيقاتكم أقدم له الشهادة الشخصية. إذا الآن غادي نكرموا أصحاب الأولى متوسط والثانية متوسط والثالثة متوسط من المتوسطتين الذين تحصلوا على معدلات ممتازة يلا جن البارود نميرة تحت تصفيقاتكم دائما وتشجيعاتكم يتفضل معنا مستر معين يلا التلميذ هواري خليل هل هو موجود؟ يلا تحت تصفيقاتكم إذا التلميذ هواري خليل عفوا الأستاذ منصوري راه يقول لي تلميذ متفوق تلميذ نابغة تلميذ ما شاء الله نتمنى له التوفيق في حياته الدراسية يتفضل معنا الأستاذ إدريس من أجل تكريم التلميذة خليفي شيماء جمعة خليفي شيماء جمعة تحت تصفيقاتكم دائما يلا تفضل معنا الأستاذ إدريس هل هي موجودة الأستاذ إدريس تحت تصفيقاتكم دائما تلميذة غير موجودة موجودة تلميذة خليفي تفضل معنا التلميذة ثابت أول مروة عطينا المعدل تاعك خليفي 18.77 يلا معدل 18.77 ما شاء الله التلميذة معنا الأستاذ قسوم تحت تصفيقاتكم دائما تقدم لها الشهادة تصفيقاتكم دائما أنا مختلف الاسم باللغم عفوا أستاذة باللغم هل هي موجودة؟ أستاذة باللغم هل هي موجودة؟ تعال لجن البارود غزلان جن البارود نميرة
يلا كان أستاذ تحت تصفيقاتكم دائما. أستاذ السيد غير موجودة. تكريم التلاميذ الثانية متوسط من المتوسطتين دائما. التلميذة ونجمة بختي حفصة. تفضل معنا عضو المكتب الميلادي لجمعية بختي حفصة. عطينا معدل تاعك. 18.74 تستحق التحية والتحية من المتوسطة. زشتين. معنا الأستاذ فتيحة. عطينا معدل تاعك. 18.74 من متوسطة سبع محمد على بعضهم له نفس المعدل. خذ البالغ حليمة. التلميذة تحت تصفيفاتكم عطينا معدل تاعك. معدل 18.64 من متوسطة سبع محمد. عطينا معدل تاعك. 18.58 من المتوسطة زشتين. الآن نروح التكريم من الشباب الأوائل من المتوسطة دائما بمستوى السنة الأولى متوسطة. يلا نبدو مع التلميذة شبورو أماني. شبورو أماني يلا يلا أستاذ فرنسا تفضلي معنا. أعطينا معدل تاعك. 19.07 تحية لها. التلميذة فرماد نهاد. فرماد نهاد تحت تصفيقاتكم وتشجيعاتكم دائما. أي معنا أستاذ فرنسا. طيب أنا أعطينا معدل تاعك. معدل 18.99 ما شاء الله. التلميذ بالطيب أنس غادر إذا تحفظ له شهادته. التلميذ زرهوني محمد مزيان. زرهوني محمد مزيان تحت تصفيقاتكم وتشجيعاتكم سيد المنصور طه. أنا بعد تاعك لي 18.85 ما شاء الله. فضل معنا التلميذة رومان سيريك آلة. يلا تقربها الأستاذة طهري. يلا معدل 18.86. التلميذة أشطولي لميس. أشطولي لميس يلا نطلع الشهادة. معدل 18.58 ما شاء الله يا جبتي. تحية. التلميذة بن عوف دعاء تحت تشفيقاتكم وتشجيعاتكم دائما. يلا نقدم لها شهادة عضو المكتب الولادي لجمعية ثقافية وهران السيد صافا عبد الرزاق تحت تشفيقاتكم وتشجيعاتكم دائما. معدل 17.31 ما شاء الله عليها. تحية للي جاب السادة طهري. إذا نطلب التلميذة فجان مسلم وهدى تفضل. التلميذة جنب بارو عزلان. التلميذة بنون يسرى. التلميذة دريد كوفر. التلميذة ليلي لامي.
التلميذة رزدير أيدا سلسبيل، التلميذة عبريط ليديا، والتلميذة حنوان عائشة فرح، التلميذة بهيكة الشيماء، التلميذة بطول نرينا، التلميذة في البحار سبع رحاب، حلوفي سيرين، التلميذة جراوي رحاب، التلميذة أبو عامر، التلميذة بنشمة أختي حفصة، التلميذة شعبان ملام ياسمين، التلميذة جلود برهان، التلميذة بن عمار الأنان، التلميذة بوبي حسن شيراز، التلميذة شنيقة إيهان مروة، التلميذة قبلي وعبد الله ليلى سيرين، التلميذة وجيه ملاك نور، التلميذة بنعوش إيمان، التلميذة قدار جيهان، التلميذ معرف ياسر، التلميذ شجار عبد الإله، التلميذ مقدم محمد رستم، التلميذة أشطولي لميس، التلميذة مزغراني فادية، التلميذة شاب سهيلة، thank you.
اتفضل معنا سيد امين. يلا اتفضل معنا المجموعه. يلا يلا سموسي مروان. اين هو سموسي مروان؟ سموسي مروان يلا. محمد بن موسى ايوب. محمد بن موسى ايوب. بوفغل بوزيان. حساني محمد ياسين. بوفغل ياسين. حساني محمد ياسين. وشداد عبد الغاني. منبر معتز بالله. وعمر ياسمين. ريدر ادم. ورنوار مسردين. صالحي سدير. صالحي اكرم. عبد الرحمن. بن يحيى ذكرى. وخلفان رانيا. وخلفان بشرى. وعمر ياسمين. بشتمال بغدادي. خلنا البارود أميرة. بكوش لميا. بن عامر إنيس. وشامي جمال.
سأعود على الدين محمد وشاني خالد سوق محمد بيرو نور بادي محمد آدم وطارق محمد سوان هاشم حضري يوسف زكريا